يقول شارلي شابلن أشهر كوميدي في تاريخ السينما: عندما كنت صغيرا ذهبت برفقة أبي لمشاهدة عرض في السيرك، وقفنا في صف طويل لقطع التذاكر، وكان أمامنا عائلة مكونة من 6 أولاد والأم والأب، وكان الفقر باديا عليهم، ملابسهم قديمة لكنها نظيفة، وكان الأولاد فرحين جدا وهم يتحدثون عن السيرك. وبعد أن جاء دورهم تقدم الأب إلى شباك التذاكر وسأل عن سعر البطاقة، فلما أخبره عامل شباك التذاكر عن سعرها تلعثم الأب وأخذ يهمس لزوجته وعلامات الإحراج بادية على وجهه، فرأيت أبي قد أخرج من جيبه 20 دولارا ورماها على الأرض ثم انحنى والتقطها، وضع يده على كتف الرجل وقال له: لقد سقطت نقودك. نظر الرجل إلى أبي وقال له والدموع في عينيه: شكرا يا سيدي. وبعد أن دخلوا سحبني أبي من يدي وتراجعنا من الطابور، لأنه لم يكن يملك غير 20 دولارا التي أعطاها للرجل. منذ ذلك اليوم وأنا فخور بأبي، كان ذلك الموقف أجمل عرض شاهدته في حياتي، أجمل بكثير حتى من عرض السيرك الذي لم أشاهده. رب ورقة تلقيها في سلة المهملات أمام ابنك لا تلقي لها بالا أبلغ في قلبه من 1000 خطبة عن النظافة، ورب صدقة تضعها في يد فقير أمام ابنتك لا تلقي لها بالا أبلغ من 1000 خطبة عن الصدقة. إن التعلم بالقدوة من أعظم طرق التربية.